عندي مهندس فرج عامر اعلن النهارده ان هو رافض تماما فكره الغاء الفار. الفكر دلوقتي اللي بيتم طرحه او مناقشته او تنفيذه من اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكره كابتن احمد مجاهد هو الغاء الفار بعد طبعا 5 اسابيع من الدوري. مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه اهلا بيك. ازيك يا استاذ مهيب؟ انا بمشي على حضرتك وعلى الكابتن بشير التبعي طبعا. وحشتك. مساء الخير يا فرج بيه. مساء الفل عليك، منور يا كابتن. حبيبي بمشي على الكابتن محمد عبد الجليل. الله يخليك يا فرج بيه، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم. حضرتك يا كابتن منورين، منورين. ربنا يخليك. طريقه اللعب اللي انت قلت عليها الاول بس عن يعني لا هو سموحه لعب وحش، انسى الماتش بتاع امبارح اللي لعبناه. طب انت كنت عايز يلعبوا بطريقه ايه بس؟ لا لعبنا تيزفت حزام حاجه، ويعني بعض اللاعبين كانت واخده الكوره يعني ومحتفظه بيها ازيد من اللزوم. ده اول مباراه لعبناها قصاد الزمالك من اكثر من 15 مباراه مفيش. طب ما الناس عايزه تعرف ايه خطه الحزام؟ ما اتعملتش فمش هتكلم عليها. يعني مأجلها؟ لماتش ايه؟ ها؟ لماتش ايه؟ الايام جايه كتير. ايوه لماتش ايه؟ مأجلها ماتش الزمالك ولا ماتش الاهلي ولا ماتش كبير؟ من حقك تقول اي حاجه دلوقتي، لان سموحه ظهر بمظهر مش بتاعه خالص في الماتش ده. تمام. لان يعني احنا يعني قدرنا حاجات يعني ما كانتش مظبوطه، والزمالك لعب ماتش كبير وكسب ومبروك له وهارد لك لسموحه، بس بصراحه انا يعني ما انبسطتش ابدا، اول مره ما انبسطتش خالص من سموحه. طب مش جايز الطريقه دي اتسربت والزمالك عرفها فلعب بيها؟ الطريقه دي يعني من دماغي. الكابتن احمد يعني بيبقى عنده قدره كبيره جدا ان هو يمتص الفرق، يعني بيمتص الفرق وبيلعب يعني بيعمل خطط جميله. هو عمره ما خسر يعني في كل مباراته في الدوري ما خسرش خالص. اول مباراه بس يعني هو بعض الناس كنا مقدرين انها تلعب في الاماكن دي بطريقه معينه، للاسف هم ما ادوش كما يجب. لكن لو مسكت اخر 10 مباريات غير المباراه دي بيننا وبين الزمالك هتجد ان احنا والزمالك متعادلين في الاهداف وفي المباريات وفي الفوز وفي كل حاجه. بس طيب لكن مباراه الزمالك انتوا يعني بتقعدوا انتوا مع بعض بتحطوا الخطط؟ لا ما بحطش الخطط. انا بستمع اليه بس. تمام. هو راجل مدير فني محترم، وراجل مدير فني عارف شغله، وراجل مدير فني واعد جدا وذكي ومخلص في عمله. تمام. وربنا يوفقه، بس طبعا الدنيا فوق وتحت، يعني وارد انك تكسب وارد انك تخسر، بس اللي مزعلني ان سموحه يعني في لعيبه ممتازه جدا لكن للاسف ما ادتش الاداء الطبيعي بتاعها. وليه ما تقولش ان الزمالك لعب كويس؟ بالظبط كده. اكيد الزمالك لعب كويس مفيش مشكله، بس طول عمره الزمالك بيلعب كويس بيكون كامل، وسموحه بيعمل معاه ماتشات كبيره قوي ما تنساش السوق. الزمالك كان ناقص يا باشمهندس كتير قوي على فكره، المباراه دي ناقص اكتر من 3-4 لعيبه تقال يعني. الزمالك ناقص كتير قوي. الزمالك لعب ناقص كتير. علاء محمود وطارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد فرقه، بس ما تنساش ان الزمالك بقى رجع له احمد ابو الفتوح بقى اللي طمع في سموحه وحاجه جميله وربنا يوفقه. وانا قبل كده قلت يعني ان احمد المفتوح ده احسن ظهير ايسر في مصر، والايام بتثبت كده.